بون ريفا، خذ لي بلان سيتياسيون على الدخلة، بعداش بانو على الخيوط الخارجة وشقوق الحيوط، بعد اطلع على الدروج، عمل لي بلونجي على الكولوار ودخل في الشونغوم، ومن بعد يمين يا اخي شبيك؟ باش تصور فيلم سبيلبرغ ولا عندك ريبورتاج؟ باهي 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 هات الميكرو، خليني نبداو بالراجل هذا الساعة، خليني بعد. سامحني خويا، تسكن هوني أنت؟ ما هو من زهري لاحق. نجم تقولنا شنو رأيك في جنات العرفة؟ جنات مولات بلاصة؟ ها قاعد تصور، كمل كمل صور. باش تحب لذلك؟ بالسقف والحيط مشقق والزليز المطلع والدربوز المخلخل والانتريبتينات المكسرة والانبوبات المحروقة حتى السبابل، السبابل مع السكر. نحبوا نعرفوا رايك في جنات العرافة. وانتم اش رايكم تطلعوا معايا السطح وتشوفوا الخواري وعشوش الحمام حتى من الفيراي ثم؟ باهي تو نطلعوا بعد نصوروه، اما العرافة جنات العرافة برايك بساعدها على اللي ماهي عاملة فينا. هاني رجعت. كوبي قص قص. انتم سمعت التلفزه؟ يا اخي ما عقلتنيش. انا مينا، مقدمه ومنتجه ومخرجه ومعده برنامج كواليس المجتمع. ذكرت، وزاد عندك برنامج ثقافي اسمه صحيح. انا زاد جار جنات، تحب تعرفوا عليه حاجه؟ على خاطر انا ولد الحومه من الصغرى، تولدت 200 متر على البلاص في سبيطار وسط البلاد. باهي ملا تو نرجعوا لك من بعد، اما تحكي لنا عليها. ذكرت ذكرت. شو التلفزه؟ يا جماعه وينكم؟ عندي قداش وانا نستنى فيها الفرصه، راني غفلقت قلبي هكا مغلل عليهم. يا اخويا نحب نتكلم. اتكلم خويا. تعمل مزيه عايشك، عايش اختي اسالني وصورني. حسبي شنو رايك في العرافه؟ لازمهم عزام وسحار مش عرافه برك. تو هذيك بينالتيزه فرع الاربيتر. نعم؟ لا ويعطيك ربي كنت حطيتها باس، تو هذا مش دمار. قص قص، هاكا خدينا الكلمه نتاعك. هيا رضا نقدمو. ملا كيف ترجعوا هاني هوني؟ عندي برشا كلاب باش نقوله لكم. اش بيه هذا زاد طاح حمطان مره اخرى؟ هاي نجي. صباح الخير. يوه اختي مينا مش هكا. يا مرحبا يا مرحبا. قولي جيت للطبيب ولا للعرافه؟ جيت لجنات العرافه. اي قد جنات هذه السادة طونت نتاعها. عامله زاده سادة طونت. قولي اختي، نجم نعمل معك انترفيو؟ على أي موضوع؟ على جنات العرافة. أي علاش ليه؟ أما حتى نشاور عارفي. يا أخي أنت مش لاسيسونس نتاع العرافة؟ لا أنا الكاتبة نتاع دكتور سليمان لابيض، بسيكو ثيرابوت، وأمين مال جمعية أحباء فرويد. طبيب نفساني. هي ياسر هذا ينجم يفيدني في موضوع البرنامج. زعما جيبوا البلاتو. أنا بلاتو يا بنتي، عمل له انترفيو هوني وخلنا نرتاحوا منه. كي ما يجيكش البلاتو. سيدي خويا راه ما يجيش توا، نجم نتكلم في الموضوع. انت خط بيبو؟ وخطي معزه زاده. شكون عزه؟ الاسيستونت نتاع العرافه. انا يظهر لي كان نبداو الساعه بالعرافه خير. تفضلوا تفضلوا تبعوني. سامحني عندي ليك فكره، ايش قولك في البرنامج نتاعك تحكي على حومتنا؟ انا راني ود ربط مليانة صغير، هالبلاصه هذايا كان ملك واحد يقولوا له مسيو حنون. اسمع ماني قلت لك توا عندنا ما نخدمه، تو بعد ما نكملوا مع العرافه نرجعوا لك ونحكي معك. لا خايف لما بعد كي ترجعوا تلقاني مشغول ولا وقتها ما نجمش انا. تهنى تهنى، ما نمشيو من هناك كان ما نعملوا معك لتنفيذ. يا مدام خاطر يبي 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 برك عور يبي يحشمني قدامه بيزي بالتوسيه قبل. هاني في الحانوت ما عندي وين ماشي. سمحنا مدام فينا اما غرب تختخي. شو تقول يا شو؟ مدام مينا شنو يا مالك مالك صباحي انت جنات العرفة انت ليه يا المدام مرحبا بيك يلا صارت من البركة مش نورمال خدش في الحالة ترى وصلوك جوابتي انا جوابتي انا عزة ديما نبعث لك في جوابات للبرنامج نتاعك هذاك مسعد الشهرة. سامحني اما راهو يجيونا مئات الجوابات كل جمعة ما نتفكرش اسمك. وين جنات العرفة؟ موجودة تفضل مرحبا بيك تفضل عزيزة تفضل دقيقة واحدة اللي جيتكم. نانا نانا طلع شكون جاي. شكون جاي بيع الفريكولو؟ ليه التلفزة جات خد جنات انا راني جبتهم لك. شي يحبوا عندي؟
انت برا دخل هما مرحبا بكم مرحبا عسلامة لالا جمال عسلامة عسلامة تفضلي تفضلوا اقعدوا عيشك مرحبا ولاباس انا ماك تعرفني عندي برنامج اسمه كواليس المجتمع عاد موضوع الجمعة الجاية العرافة ومدى تأثيرها على نسيج المجتمعات الحديث وش دخلني في المجتمع؟ حسب الإحصائيات اللي عندي ثم نسبة هامة من المواطنين يمشيوا للعرافة الحمد لله الحمد لله وثم نسبة كبيرة أيضا منهم يمنوا بالعرافة وقدرات على حل مشاكلهم الحمد لله الحمد لله عاد قلنا كنجيو ونسألوك وناخذوا رأيك مادامك تبارك الله عليك عرافة ومعروفة أيضا مرحبا على الراس والعين عيشك نبداو؟ لا 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 أختي ما تنجمش تقعد غادرة تدخلي في الكادر أنا كادر معناتها يزمك تبعد من الشان على خاطر حشتنا مدام جنات برك مدام جنات كان تسمح نحب نحكي معاك ونحطك في إطار البرنامج قبل ما نبدأ ريت ما ريت كحنتلوني حقاً زيها شبني بنيش بحكي الجوابات إخي تحب تشارك البرنامج بتاخد نام في التلسة وما تشاورنيش عليش تخلق أنت يا لا 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 أما شبنيش بيك تعرف عني ماني كي نبدأ معاك يلو فيك يقعد قاعدة باهتة في طلعاتك وقت الشحب نغني ترى بيش مليش فيهم ساتور أعزائي المشاهدين طبتم مساءنا على قناتكم المفضلة موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المفضل كواليس المجتمع يتطرق إلى ظاهرة اجتماعية جديدة ألا وهي العرافة في زمن العولمة استنى 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 احنا تفهمنا باش نحكيو على خدمتي اش مدخل هذه العالم لا وعلى فريات رضا قص قص يا مدام انت باش تحكينا كان على خدمتك وباش نمشيو غدوه الاخصائي في علم الاجتماع تو يحكينا هو على العولمة ساره انا ماشي في بالي باش تحصلوني في وسط البرنامج وترسي لي وحله في مشكله يا مدام اولا احنا قاعدين نسالو ما احناش قاعدين نحصلو في العباد وثانيا الكلام اللي باش نقولوه الكل مسجل معناتها بعداش في المونتاج تهنى ما نخليو كان المامو باهيه نجمو نبداو رضا نعاودو عاودنا ساتور صباح الخير دلندا صباح الخير دكتور ابو مشاكل وينو مشي وصل في جماعه التلفزه مدام جنات تلفزه هبو وجايين يعملوا جماعه التلفزه عندهم برنامج على العرافه جاوا باش يعملوا ريبورتاج اسمع سيدي دكتور حتى انت زاد راهو باش تعديو لك من بعد يعملوا لك انترفيو هبو تري تري بيان ما نعرفش انا تو نشوف كان نجم نقبلهم على كل حال هاني في بيرو نحضر في روحي انا للرونديفو بيان سور بيان سور دكتور شكرا لك اخت جنات رضا قص تكلمت مليح باهي يعطيك الصحه تبارك الله عليك اسمع الكلام اللي قلته على المدخول وعلى البلاص تنجمش تقص ما تعرف جماعه الفيسك يتفرجوا حتى على بصح باهي باهي تهنى ما تخافش اسمع وزادك الكلام اللي قلته على الزملاء يظهر لي هكا يجرح شويه لا لا مش خايب هذاك يتعدى بالعكس ما يقلقش باهي اللوديمات وزيد هذاك رايك ما يلومك عليه حد اني خايفه لا تركب لي مينا باهي تو شوف كان نحس ثم حاجه تقلقك ولا تقلقني تو نحيوها من بعد نوعدك باهي هنيتني يلا مينا مش هكا اي نعم بالله لالا جنات نجم ناخذ راي كليونت ممكنه؟ تاخو بلا لا عزة عزة نعم برا للصالة جيب لها كليونت وحتى كليون ما يصيرش انا الحق ماذا بيا كليونت ويكون وجهها سمح يا سمح كي وجهي مثلا باهي وكي ما نلقاش كليونت مثالش وقتها يجي انت عامل روحك لكليون يا ملا جو يعيشك مدام مينا يا بنتو الجماعة قالوا باش يكملوا بعد خاطر جنات ويجيو يسالوني ويسالوك ويسالوا سيدي كويا صباح الخير صباح الخير عندي رونديفو مع الطبيب هو هوني اي مدام لحظة قاعد يتكلم في التليفون تو يقبلك تفضل ارتاح ميرسي
سامحني يا اختي، انت جيت لجنة العرافة؟ لا يا لي. انا جيت للطبيب. هي مالنا جو هكاك واحد نجم يظهر في التلفزة. تلفزة حداكم هوني؟ لا 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 مين هيك غاديك قاعدة تعملي انترفيوات عند خاطر جنات؟ اسمع توا توا هزلي العرافة نتاعك. يا مدام الغونديفو نتاعك بطلت؟ انا نحب الانترفيو. قل لي انت ما تنجمش تسقط تخبي خبزه في كرشك وما تخبيش كلمه؟ اش عندي قول لي قل لي على شنو الانترفيو؟ ما نعرفش. هيا يا مدام ريت ماما باش تظهر في التلفزه في ساعه من الغونديفو نتاعها. نورمال نورمال يا بنت التلفزه راهي التلفزه. اهلا وسهلا جيت سي شباب. اي الحمد لله على سلامتك. كنت صرح في سويقاتك بعد عزة؟ لا مشيت نزيد التلفزة خد جنات. علاش؟ الامبريزاريو نتاعها انت؟ اسمع ونب عليك، المشي والجاي انا ما عادش يساعدني. هاي شد بيروك، شد بيروك ما عادش تحرك من غادي. قول لي دلندا، المرأة اللي عندها معنا رونديفو ما جاتش يا اخي؟ جات دكتور، اما يظهر لي الرونديفو انولي. انولي؟ علاش؟ مو كي جيت عزة وشدت لها على التلفزة عند العرافة. بدلت رايها وقالت تحب تجرب العرافة. بابا ايوه حتى من عزة زادة ولات تحب تفك لي باسيون تاعي. من فضلك فاش جات عزة زادة؟ سكر فمك انت اسكت. اون بليس المرأة هذيك مريضة، مريضة بالكذب ميتومان، ماهوش معقول تتعدى في التلفزة. يقولوا منك اللي بي قاعد قشقش عينيك في قلبي تتكلم في التليفون وقرابة ساعرك دخلتها قبل ما تجي عزة. واللي ترجع عليا ها يا اسبوعي ها استنى بركة يروحوا جماعة التلفزة. هات نقول لك دلندا تجي تاخذ عليا البيرو حاجتي بيك. حاضر دكتور. ريت ماهو ما كفيتوش انا طوحي بدوني على المدى. تري تري بيان. وي دكتور. سامحني دلندا قولي ننظر تيليجينيك انا هكا اوترموندي عندي وهرة التلفزة. مي بيان سور دكتور. كواك بوشيت مش حاجة. بابا وسوريا سوريا تعطي سوريا كراف؟ حتى سوريا مش حاجة. كنت بدلها بيضة ولا حتى زرقاء. تعرف دكتور اللون الأزرق المي أون فالور لون عينيك. دكتور بابا أنا صار عيني عندهم فالور؟ بالاخر نمشي فيسع فيسع نبدل سوريتي والبوشيت بتاعي قبل ما يرجعوا. قل لي دلندا البارفان طالع عليا زادا؟ دكتور البارفان ما يطلعش في التلفزة. هاتو تلاف. يعطيك الصحة رضا تو كوب سي كوبي. هكا هو ما تحبش نزيد نحكي لك على مشاكلي؟ لا سي بون جوست حبيت ناخذ من عندك كلمتين هكا هو. زعما مش شوية كلمتين؟ كنت تحب تزيد تسألني على حاجات أخرين نجاوبك راهو. لا سافا يعيشك خلي مرة جاية. بربي ما تنساش باش تكلمني في التليفون وتقول لي وقتاش يتعدى البرنامج نتاعك. ايا في لا مي. ايه اختي نسيت ما خلصتنيش 30 دينار يعيشك. نعم نعم يلا فاش قام باش نخلصك وعلى شنو؟ شنو اللي فاش قام؟ حق الفازيته ماك حبيت تجي العرافه يا هاك شيت. بالله بالله انت عرفتك ما شفتليش حتى حاجه ونخلصها 30 دينار؟ ماك خارجه من هوني لما تخلص. اما لا يلا ما نجي نخلصها وبرا كل عرافتك. وفي لما ايه والله عندها الحق. شكوني اللي عندها الحق؟ زينب سامحني ابروبو ترى اغزر العينيه اش قولك؟ شبيهم عينيك كالعاده. لا 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 ثبت ثبت بالسوريه هذيا عينيا ما احلاوش في عينيك؟ يا بابا الله احد هو ثم احلى من عينين سليمان ولدي. مشكى يا امي مشكى هكا ونص يا بابا عينيك الكلهم زور يا عينين اسبوعي خوك. شو اسبوعي؟ قول لي سلومه يا اخي ما تقوليش بيك رجعت من البيرو تتهمم وتزين. يا اخي عندك اجتماع في الجمعيه؟ لا 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 تبقى باش نعمل انترفيو للتلفزه. باش حد يوقف التلفزه؟ وهو كذلك يا عمي وهو كذلك. سلومه بابا ما تنساش وخايك اسبوعي معاك. شو
قول لي ما لسلومه قاعد تتهمم بلكش تشوفك شي هكا واحده من اللي باسيونت متاعك في التلفزه. يا اخويا يا اخويا وحدك تبدا تستخيل وتالف واحد مش تعدى في التلفزه اقل شيء انه يلبس مليح ويحط الحطه حتى هذا لندا شنو جناحيشي توا ما تقوليش دلندا هي اللي دبرت عليك. اي بخاطركم طرف يعجبك توا هكا امي فضيله اش قولك في دلندا هذه؟ الحق الحق عندها ذوق. باجي اسمع يا شويه لو كان جيت لي انا راهو عندي رونديفو مهم ومستعجل. لا 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 ما حشيش بيك وحشيش. اختي مينا شو هذه التصويره نتاعي باش تفكرني وهذه الدريسه نتاعي باش كان هكا تعيطوا لي في برنامج مسعد النجوم. باهي ان شاء الله. ما سمعتكش صوتي انا حقا سلسله اخذ مكه انا 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 يزي يزي كمان عليك يعطيك الصحه من هي هي نعطلك اكثر على شدك بشي ربي نستناك هيا في لمي في لمي ولا تنبريلي. وجهك تنبريلي. مدام مينا مدام مينا كملتم على العرفه؟ كملنا وتوا مشينا الطبيب كان تسمح عاده. لا لا تفضلوا مينا حبيت اسالكم سؤال تعرفوا عبد الجليل اللي يخطف التربزه؟ ما نعرفوش. كان يخطف التربزه يا حاجه يا حاجه بالله كان تسمح نجم نسالك شنو رايك في جنه العرفه؟ انا ما نجم تحد وما يهمني.